صلاة التراويح. أولاً، تسميتها بهذا الاسم ليس تسمية من المسلمين حسب أهوائهم، كلا، وإنما ورد عن كثير من السلف كما ذكر ذلك البيهقي في السنن كعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وتلقت ذلك الأمة بالقبول على تسميتها بصلاة التراويح، فليست هذه التسمية بدعة كما زعمه أو ربما يزعمه البعض، بل جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها في السنن الكبرى للبيهقي أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح. قال البيهقي: تفرد به المغيرة ابن زياد وليس بالقوي. وقوله ثم يتروح إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح كما قال البيهقي رحمه الله. فإن ثبت هذا الحديث وإلا فما تنوقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم يدل على تسميتها بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثانيا، صلاة التراويح سنة ويستحب فعلها جماعة لأمور 3. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة، فخرج ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي ابن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. فقال: قد أحسنوا أو قد أصابوا، ولم يكره ذلك منهم كما روى ذلك البيهقي، وإن كان مرسلا فإنه مرسل حسن، ويؤيده كما قال الألباني رحمه الله ورود ذلك موصولا عن أبي هريرة بسند لا بأس به، أخرجه ابن نصر في قيام الليل. الأمر الثاني مما يدل على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها في أحاديث كثيرة، وكانت صلاته كما بينت ذلك الروايات أنه كان في المسجد، وما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نصب له حصير على باب حجرة عائشة رضي الله عنها، فالروايات الأخرى تبين أن ذلك في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فعل منه لصلاة التراويح في المسجد. أما الأمر الثالث الدال على استحبابها أنه بين صلى الله عليه وآله وسلم فضلها كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قوله من قام مع الإمام دليل على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام. ولذلك قيل للإمام أحمد: أيعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. أما قول عمر رضي الله عنه لما جمعهم قال: نعمة البدعة، فهو لا يمكن أن يجمعهم على بدعة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أي بكر وعمر، وأمر بالاهتداء بهديه رضي الله عنه مع الخلفاء الراشدين المهديين. وإنما نعمة البدعة باعتبار أنها بدعة لغوية أو بدعة نسبية. كيف؟ لأنه لم يبتدعها، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر، لكن لما تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيفة من أن تفرض عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وأتى زمن أبي بكر وكان زمن خلافته قصيرا واشتغل بحروب المرتدين، لما كادت أن تندثر وتختفي قال: نعمة البدعة، ليس باعتبار الأصل، لا، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. وهو جمعهم رضي الله عنه لأنه أمن من أنها لن تفرض على الأمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بوب ابن حبان في صحيحه فقال: هذا هو الخبر المدحض لقول من زعم، يعني الدافع لقول من زعم أن صلاة الناس للتراويح في شهر رمضان ليست بسنة. وذكر حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى وصلى رجال بصلاته. ولذلك قال البيهقي في شعب الإيمان لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتراويح في أول أمر قال: هذا تأكيد لفضيلة صلاة التراويح في الجمع.
ومما يؤكد هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المستدرك للحاكم كان يحث عمر رضي الله عنه على إقامة هذه السنة حتى أقامها، بل إنه رضي الله عنه يعني علي بن أبي طالب كما في شعب الإيمان للبيهقي كان يأمر الناس بقيام شهر رمضان في زمنه ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال عرفجة الثقفي: فكنت أنا إمام النساء. رابعا أن العلماء لم يقولوا إن التراويح هي قيام الليل ويلغون بذلك قيام الليل، بل قال النووي رحمه الله: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. قال: يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، لا، رمضان يكون بها وبغيرها، لكن من صلى صلاة التراويح فقد قام الليل كما ذكر ذلك عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح. خامسا أن قول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها كما عند البخاري لما قال نعم البدعة هذه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مبين في الرواية الأخرى، فقد روى محمد بن نصر في قيام الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند عمر في المسجد فسمع صوت الناس فقال ما هذا؟ قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى. معنى هذا أنه قال رضي الله عنه مصرحا بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من الصلاة جماعة، لا. ولذلك إذا أردت أن تفهم الأحاديث عليك أن تنظر إلى رواياتها الأخرى. سادسا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المقصود من ذلك النافلة التي لا يكون الاستحباب في أدائها جماعة، فالاستسقاء سنة ومع ذلك الأفضل أن تصلى جماعة. ثم أيضا يوضح ذلك ما ذكره البيهقي رحمه الله في فضائل الأوقات أنه قال إن فعل التراويح بالجماعة أفضل، لأن قوله فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذه الجملة أتت بعد ماذا؟ ولما صلى بهم واجتمعوا وخشي أن تفرض عليهم ماذا قال؟ أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم. أمرهم بالصلاة في بيوتهم من أجل ماذا؟ من أجل ألا تفرض عليهم. قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال البيهقي رحمه الله يحمل هذا الحديث على غير صلاة التراويح أو على صلاة التراويح في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلاتهم في بيوتهم زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة التراويح أفضل خيفة من أن تكتب وأن تفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم إذا به رضي الله عنه يجمعهم، وحثه على ذلك أيضا علي وفعلها ذلك علي رضي الله عنه، علما كما ذكر البيهقي رحمه الله من أن بعض العلماء قال من كان حافظا للقرآن ففعلها بالإنفراد أولى، هذا قول لبعض العلماء، وبعضهم قال بأن فعلها على وجه الإنفراد أفضل مطلقا، ولكن الأدلة تدل كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم أن فعلها جماعة هو الأفضل، لكن من لم يفعلها جماعة فإنه لا يكون آثما. ولذلك قال الحاكم في مستدركه وفيه الدليل الواضح على أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة. ولذلك أنكر ابن حجر رحمه الله كما في الفتح على الطحاوي إذ قال وبالغ فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية، والصحيح ما قدمنا من أنها سنة.